شعوري ما صار بالكلب وشي ببالي من كثر ما عانى الحاشا واللي جرى مهما قست بالليالي لابد ما نور الأمل يظهر هلالا شهيلة شوية غيثان 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 يا جماعة الخير وراكم مذهولين يما يا با نشمية أنا غيثان وأنا عايش ما مت معقولة ولدي غيثان معقولة والله ماني مصدقة ماني مصدقة ماني مصدقة أيوة يما أيوة يا نشمية معقول معقول انت اخوي انت اخوي اللي الحين قدامي لا غيثان ابني الحمد لله الحمد لله محمي العظام وهي رميم ابني غيثان يابا ايوه انا عايش حي ارزق ماني مصدقه ماني مصدقة يا أخوي لأن لقينا ثيابك وقبرك وثيابك مليانة دم أيوة بس أنا أقول لكم أنا غيثان وإذا مش مصدقين أنا بمشي وبروح لا لا يا ابني لا لا يا ابني بس قل لي علمني أسأل أمك كنت فين ورحت فين الفترة هذه كلها يا ابني غيثان يا ابني ايوه يابا بخبرك بسالفتي كلها بخبرك الحمد لله الحمد لله الحمد لله اقول يا شيخ لا تاخذ نوره معك لديره المرحوم انا وليه ما اخذ نوره معي سعده هناك وان شافتها مشكله ودهن يدقن بعض هناك وما هي زينه بحقنا صحيح بس اليوم او بكره ما تعرف سعدة ديرتنا غير عن ديرة الغير لأجل هذا أقول لا تأخذها معك واعتذر لها بأي عذر المهم ما تروح معك والله صحيح كلامك بتلقي لنا فضيحة والحل الحل عندي إن شاء الله وش هو إيه نقولها رايحين نجيب ولدها وعقب نروح لديرة المانع لهنا وشورك زين ولا رجعنا وش نقول لها إيه نقولها رحنا نجيب الولد بس ما اتفقنا احنا وهلا وطولنا لديرة المانع
من الواقف من ساد عني الهوى من وانت الواقف افا عليش هذا صرت ناسياني يا عجوز طيشان اي طيشان كيفك الغالية كيفك يمه راسي شحبش اترك راسي دلحين ذكرت اني لكم عجوز مريضة ما لها من يرعاها ايه يمه واصبع عني ونركض في الدنيا ورا رزقتي وشغالي أجل أحقق مصالحي بغيت أنتقم من الأيام اللي ذلتني بأول زماني يمه هذا هو أنت مثل ما أنت عينك على الدنيا ونفسك مفتوحة لها ما ترضى بالمقدر والمقسوم من الله وتعيش مثل خلق الله لله مرضى لله مرضى أعيش بين الذل والمهانة لا نرضى بالذل والمهانة وغير يعيش بالنعيم بالجاه والسلطان لا أعيش ذليل وحقير لا يمه يقولوا شر البلية ما يضحك ليه وش في يا رميح دهاس بيكون شيخ للقبيلة ولو ربع المرحوم مانع يعرفون وش هو دهاس ترى ما يخلوه في القبيلة كلها ليه وش هالسالفة يا رميح دهاس وبطيشان ذراعين بجسم واحد لكن بطيشان مكشوف للناس ودهاس مستر عليه شيخة المرحوم هذا كلام خطير تجيبه يا رميح أنا كنت شاهد على اللي يصير بس كنت من بعيد لبعيد كنا ننهب والبضاعة كان يشتريها دهاس وفي مودة بين دهاس وبطيشان الحين ضب لسانك ولا تتكلم أنت من قبيلة وأنا من قبيلة وخلنا نتصرف راقبوا نبهان هو ذراع دهاس دلحين الفقر لا عيب له حرام يا وليدي هل عار وحرام وعيب الفقر عيب يوم بطيشان أنا اللي جربت وشربت من كاس يوم كنت قهوج عند محمود ذقت الذل والمهان وما كان لي قيمة ولا قدر بين خلق الله الفقير يمه كلمته ما هي مسموعة الفقير يمه نومته والنار وخلوته دمعه الفقير يمه اذا غاب ما ينفقد وانفزع مع القوم ما عليه تعتمد غلطان بطيشان الفقير اللي يرضي باللي يقسمه لله وياكل لقمته بالحلال يعيش مرتاح البال لكن انت يا بطيشان طمعك عمى قلبك وعينك وصرت تركض في طريق الحرام هاي بركض باي طريق اي طريق المهمة توصلني لغايتي اللي يوقف بطريق والله غير اشرب من دمه ولو كان اقرب الناس خذي يوم هذه نقود يوم اشتري ملابس يوم تدللي اقول يوم عيشي مثل ام الشيوخ يا ما مثل ام الشيوخ واقول يوم جيب بنت من بنات القوم تاخذ بالها مني وترعاي وشتري حلالي يمه وقولي انا مو شيخ الطيشان
أنا مش شيخ ابتشاح، أنا صرت شيخ يوم أي صرت شيخ. بس الشيخ ابتشاح له قاتل وله بسارق ولا يتعدى على حق غيره ولا يرعى بالخلايق. وانا نحض الله بيني وبين مالك الحرام. روح روح لا ترمي النقود للنار. لا هذا الكلام خطير ولازم تعلم الشوير مبارك والشوير مرعي. لا يا الجمرة لا، ما اقدر، خاف يقول شوير مرعي وشوير مبارك. أنت غريب ولا تدخل نفسك. لا بالله ما يقولوا، وهم حاسين من زمان أن دهاس لعب بذيلة. اليوم أعلمهم. والله لولا الخوف من الله. قولها قولها يا بتشان، قولها انا قتلت شمه. انت ما تفرق معك لا امك ولا غيرها، لكن الله الله يقدر عليك يا بتشان. انا ما حد يقدر علي، ما حدا يقدر علي. انا شيخ بتشان، تفهمي العجوز الخرفانه؟ ترمي النقود للنار، أقول الله يحرق عظامش بنار جهنم. أنا رايح وأودي أشوف خلقتش. روح يا بطيشان، الله يحرقك بنار جهنم. روح بيجيك اللي يقدر عليك يا بطيشان، الله بيخلص الخلايق من شرك يا بطيشان. الله يخلص الخلايق من شرك يا بتشان. الحين يا دهاس مثل ما يقولوا راح الكثير وما باقي إلا القليل، وهذا الهرج بيننا وما ودنا يطلع. قول قول يا وجه الخير. أنا أعرف السابق كان في تجارة بينك وبين بطيشان، أنت كنت تشتري كل الحلال اللي كان ينهبه. والله يا عمي مرعي، أنا كنت أتعامل مع بطيشان على أنه جلاب. إحنا قلنا الكلام ذا يبقى بيننا وما يطلع، وأنا قادر إني أعطيك الدليل على الكلام اللي بغيت أقوله، وإذا الكذب يعديك مرة ترى الصدق يعديك طول العمر يا دهاس. إيه قول قول يا عمي. فهيد قبل لا يصوب على مشعل يلا عندك وساعدته ولا لا؟ والله الرجال يعرف الطريقة ويدور بعد ثارة، بات عندي ونشدني عن مشعل وأنا ما أعرف سالفته. هذه نحطها على جنب، ترى إذا ما تخبرنا الصحيح أول منه في بشعة ويمين، وثاني منه ما تصير شيخ القبيلة. قول قول يا عمي مرعي. ركاز ليه طخ الشيخ مانع؟ أنت عندك علم أنه ركاز هو اللي ذبح عمي مانع؟ والله لو سواها إلا أذبحه وأخذ بثار عمي مانع. جاوبني على قد السؤال، وإحنا بنلقيها بنت بيت ومستورة، وما ودنا نرجع الماضي، وإحنا في سباق مع الوقت من شان نسويك شيخ. قال الليل هلا عيد والخاطر استر استر، في شوفكم لا يا رجاجيل الصلاب صلاب. والغيث غيب كأنها الليلة ظهر، والغيث غيب كأنها الليلة ظهر. يا سعد قلبي والسمر ذا الحين طاب. الليل هلا عيد والخاطر استر، يشوفكم لا يا رجاجيل الصلاب. والغيث غيب كأنها الليلة ظهر، يا
سعد قلبي واسمر ظل حيطة الليل هلاعيد والخطر يشوفكم لا يرقى جلوسة واللي غيب كان هالليل أظهر يا سعد قلبي واسمر ظل حيطة الليل هلاعيد والخطر يشوفكم لا يرقى جلوسة واللي غيب كان هالليل أظهر يا سعد قلبي واسمر ظل حيطة الليل هلاعيد والخطر يشوفكم لا والليث غيب كان هالليل اظهر يا سعد قلبي واسمر ذا الحلقة والليث غيب كان هالليل اظهر يا سعد قلبي واسمر ذا الحلقة والليث غيب كان هالليل اظهر يا سعد قلبي واسمر ذا الحيطة والليث غيب كان هالليل اظهر يا سعد قلبي واسمر ذا الحيطة هذه نحطها على جنب ترى إذا ما تخبرنا الصحيح أول منه في بشعة ويمين وثاني منه ما تصير شيخ القبيلة سكيك الزرنوخ واخلص منك يا بشوف لي حل معك يا مرعي لبكره يفر ان شاء الله انا اعرف اللي يروح عند امه يرجع مبسوط ومرتاح الا انت يا شيخ رجعت وشايل هموم الدنيا على كتوفك وراك يا شيخ والله البال مغثوث وش رايك يا شيخ تروح للقنيس وتروح عن بالك واكيد بتنسى هموم الدنيا وهموم قلبك اللي مغثيتك ايه القنيس كلامك طيب يا مرزي القنيس أقول وأنت وش دخلك ها؟ أقول روح أهي القرنفل إيه القرنفل عوافي القرنفل حياش ايه هذا اخوي اللي اذبحه مكرش وكيدش لكن ربنا سبحانه وتعالى رجع لنا بالسلامه ايه يا القرنفل عمري اطول مما توقعتي والبري إلا ربنا يبريه تذكرين يوم قلت لش أني بري من دم أبوش وما ذبحته الحمد لله اللي كفانا شر الصاحب والصديق الحمد لله ربنا على كل شيء قدير يا مقدم حيموت واحنا لزوم نحترس الجايات وما هو كل كلام نركض وراه ونصدقه والله يا الربع
أن بعض الظن إثم. المفروض أي واحد يجينا بسالفة نقف عليه حتى ما ندفع الثمن مرة ثانية. بإذن الله اللي حصل ما ينعاد ونكون عرب يد واحدة. بإذن الله بإذن الله. إيدك يا مقدم حيمول. وعني وعن عرب السلوم أنت يا مقدم حيمود مقدم عرب الشناطين، وعن قريب بإذن الله بنحتفل بهذا الأمر. ما عليك زول، تقدمة الطائلة لأبو جابر وإحنا وإياكم عرب وحدة، ومقدم الطائلة للشناطيب المقدم حيمود. وين الحبوب ما يصب لنا قهوة؟ إي بالله صحيح، يمكن راح مشوار وتأخر. نبهان دعونك يا عمي. قهوينا قهوينا. تامر يا شيخ. هي ول عمرك ما صبيت قهوه؟ لا بالله يا عم مرعي، زياده الخير خيرين. سليمه 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 سليمه. كب الشر كب الشر يا جماعه الخير، كب الشر. الله يبلاك يا ولد مان. جدد القهوه. عمرك يا عم رداد عمرك يا جماعه الخير. أنا خل فيك يا بدر، استهدي بالهمر استهدي. خيانه وكيد. انا بروح اجيب حليب. عم مرعي اي 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 عم مرعي لا تتركنا يا عم مرعي. عم مرعي ما تشوف شر يا مبارك. ما تشوف شر يا عم مرعي. لا 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 يا سبحان الله يا سبحان الله، ان شميح ما غيرها. طيشان هاي افتشان. مالش مالش رتعبتي انك تشوفي عزرائيل بين عيونك. الله اكبر عليك يا طيشان، وش بغيت مني؟ وش السالفه؟ لا مو انا اللي بغيت، هذا الله سبحانه وتعالى ارسلني اليك، وما على الرسول البلاغ. الله يريد. الله لا يرضى عليك، الله لا يرضى عليك يا الخسيس يا الندل. الله يريد والعبد ما عليه إلا التنفيذ. والله غير أحرق قلب محمود على عياله، بس هذه المرة بحرق قلبه وسوي له فضيحة بين العرفان. إيه والله يا طيشان، والله ما تمسك شعرة من شعرات النجمية. تسمع يا طيشان؟ أقول والله ما يخلصش من يدي إلا بطيشان. ألف سلامة. الحليب يشرب الحليب. يشرب عم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله يا رب. اشرب يا عم رعي سلامتك. يا جماعة
الرجال مسموم. القهوة مسمومة. دبيس اي يا عم هات لي شاي بالحالة ولدي. بالحالة حول ولا قوة. الله يشفيك يا عمري. أنا ربي يحبني ومد عيالي من قلبها مرضي. أنا تروحي. غيثان لحقوا علي يا رجال. غيثان لا حد قال لك إن الميت يرجع من بعد موته ويخرج من قبره؟ والله لا يشرب من دمك خون غيثان. لحقوا علي يا رجال. قلت لك ما حد يخلصش من يدي الا انا. يا عم مبارك يا عم مبارك. بشر يا دبيس الشاه بعد ما سقيتها ماتت. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا اللي كنت خايف منه. دهاز وين يا دهاز؟ عمي اجيب الحكيم. الحكيم ارجع عمي. مكانك والزم البيت انت ونبهان ولا تطلعون منه. ارجع. امرك يا عم مبارك. غيثان تعالي. Thank you.